اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله اجمعين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to a new episode of the Simply RYQ Less Suratul Baqarah series, brought to you by TVQ.academy your borderless school of the Quran. By the will of Allah, today we will be going through a new set of verses for today's assignment, and we have with us today verses number verses number seventeen and eighteen. ان شاء الله تعالى ولن نذهب الى الاسلام ونحن نترك رمضان ونحن نترك ونحن نترك رمضان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما حوله فلما أضاءت ما حوله فلما حوله Let's go back together. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله Moving on. ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم Let's go back. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، moving on، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Here refrain from saying وتركهم في ظلمات. ظلمات؟ No، ظ ظلمات ظلمات.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Moving on. Summum bukmun ummi Ummi, um Summum bukmun ummi Imagine ummi as saying I.

فهم لا يرجعون From Summun together Summun Bukmun Umi فهم لا يرجعون Now let's pick up from the beginning of the assignment together. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم All right. This seems to be one of the short, one of the shortest assignment we are going to have, and that marks the end of this uh, short episode. Please do practice, and also it will be better to combine whatever we have covered so far.

علم الانسان ما لم يعلم